باتت الذكور الكبيرة ظلالا لما كانت عليه، باتت وحيدة وممزقة الأوصال ولا طاقة لها للعودة إلى قعر المحيط. نراها تجول فوق البيض كما لو أنها تتذكر شيئا ماضيا. بعد فترة قصيرة ستخرج أجيال الحبار الجديدة من أكياس البيض وستحملها التيارات المائية إلى البعيد البعيد، وفي السنة المقبلة سيعود من بقي منها على قيد الحياة ليضع ملايين البيوض، وستبدأ الدورة من جديد بإذن الله. العلم، وخلال بحثه الذي لا ينتهي عن الأجوبة، ينقب أكثر فأكثر في العالم الطبيعي، ويأمل في المحافظة على أعاجيب الحياة لكي نحافظ على حياتنا نحن. إن تمكنا من توقع حجم وضع البيض ومدى نجاحه العام المقبل، ستتم المحافظة على أراضي وضع البيض، فيحظى صيادو الأسماك والكلماري بمستقبل أيضا. في كل عام يوسع ووريك سوير معلوماته عن سلوك الحبار، ويأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تحصل. ثمة علماء آخرون يقومون بأبحاث حول عيون الحبار المذهلة، العيون الشبيهة بعيوننا من حيث الشكل، مع أنها تختلف عنها بشكل كبير من حيث التفاصيل والوظيفة. ينقل بول شو أبحاثه الجينية إلى بيئة أكثر تحكماً، فمتى يعود إلى لندن سيكتشف المزيد عن هوية والد هذا الحبار الصغير، وربما يبرهن نظريته عن الخيار الغريب العجيب. مهما تعلم عن تزاوج الحبار، فإن ذلك سيساعد علماء الأحياء على تسجيل توقعاتهم وتحديد حصص صيد منطقية. إن هذا الأمر سيعود بالنفع على تسيتسيكاما ومجتمعها. يجب أن يتعلم ديلن الكثير قبل أن يرافق والده إلى عرض البحر. تقضي العائلة وقتا ممتعا وهي مجتمعة، وسيعود سونجي غدا إلى البحر. إن هذه الحياة صعبة ولكنها الوحيدة التي يعرفها. ما دامت تشوكا موجودة فلعائلته مستقبل بإذن الله. في البحر انتهت عملية الصيد للحصول على الذهب الأبيض، وما تبقى هو أكياس البيض المليئة بجيل حبار المستقبل. يستغرق البيض 30 يوما تقريبا ليخرج منه المخلوف الأول. مليارات الكائنات النابضة بالحياة التي عمرها ملايين السنين ستخرج من قشور البيض لتبدأ رحلتها الغريبة. أحد أقوى التيارات المائية في العالم سينقلها إلى أعماق المحيط، ولكن لا أحد يعلم إلى أين. سيعيش الكثير منها في المياه العميقة للمحيط، ويأمل الجميع أن تعود الملايين منها للإباضة السنة المقبلة. وهكذا تظهر قصة وضع بيض الحبار من جديد في تسيتسيكاما في مكان المياه الهادئة.